اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيفنا وضيفكم النهارده النجم الواعد الصاعد محمد مغربي. الحمد لله على السلامه مغربي. الله يسلمك يا كابتن اسلام، انا مبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك طبعا النهارده. قول لي بقى، النهارده انت كنت في التشيك، مين اللي بلغك عوده مره اخرى للنادي الاهلي؟ كان كابتن امير توفيق، هو تواصل معايا وكان بلغني ان هو اللي هو الاداره بتفكر ان يقطعوا اعارتي وارجع تبقى موجود ان شاء الله مع الفريق. وبعد كده بعد تقريبا اسبوع او حاجه بلغني اللي هو انت موجود، اللي هو كان يوم الخميس اللي فات بلغني قال لي انت يوم الاحد موجود ان شاء الله مع الفريق في التتش، فاللي هو خلاص ظبط نفسك انك ترجع. وانا ساعتها قمت على طول حاجز تاني يوم ورجعت. تلقيت الخبر ازاي بقى؟ طبعا يعني ما فيش حد يقدر يتضايق ان هو يعرف ان هو خلاص هيبقى موجود مع النادي الاهلي، ان هو في اعتماد عليه. كل الحاجات دي يعني ده حلم بتحلمه من وانت صغير، من وانت بتلعب في الاهلي في مدينه نصر. كل الماتشات بتلعبها دي في الاخر الهدف انك تثبت نفسك انك تبقى موجود مع الفريق الاول، فيعني زي ما يكون حلمه اتحقق. يعني الايام السابقه، واحنا لفينا في الحلقه السابقه ايضا، كلام اتقال على سيد محمد مغربي انه عنده شروط للعوده مره اخرى من النادي الاهلي، انه يكون موجود اساسي، ودي الشروط عشان يرجع مره تانية. صحه الكلام ده؟ هو طبعا كابتن بشكرك ان انت اهتميت بالموضوع ونفيت يعني الحاجات دي، بس يعني هي دي طبعا مهم نسمع منك انت. بالظبط، هي دي حاجات يعني ملهاش اي اساس من الصحه. هو انا يعني كان موجود ان انا هناك، النادي كان بيتكلم ان انا اكمل معاهم. انا رفضت، يعني اول ما عرفت ان خلاص النادي الاهلي بيتكلم ان انا ممكن اكون موجود، خلاص هو مش هفكر في اي حاجه تانية. هو هيبقى تفكيري الوحيد ان انا ابقى موجود ان شاء الله، اثبت نفسي مع الفريق. حتى اللي هو كان في محاولات وكده ان انا اكمل، كانوا متمسكين بيك هناك، كان متمسكين، وكان في برضو عروض موجوده تانية، بس انا خلاص اللي هو قلت يعني اللي هو يعني النادي الاهلي انا خرجت عشان اخد خبرات، ان انا هدفي الاساسي ان انا اطور، ان انا ارجع اقدر ان انا ابقى موجود مع الفريق بشكل مستمر وبشكل اساسي، يبقى ليا دور. ده خلاص انا حققته، يعني انا استفدت فتره كانت مفيده جدا ليا على المستوى الكوره، يعني عامه فادتني طورتني كلاعب. فخلاص ابرز الحاجات اللي استفدتها هناك كانت ايه؟ الناحيه البدنيه طبعا يعني عاليه جدا، والناحيه التكتيكيه التزام تكتيكي وتحركات، هم هناك يعني قوية جدا في الحتة دي. عايز ابتدي معاك بقى المشوار من الاول. انت من ناشئين النادي الاهلي، اللعيبه اللي اتربت داخل صفوف النادي الاهلي. رحت النادي الاهلي انت عندك كام سنه؟ رحت النادي الاهلي وانا عندي 6 سنين في الاكاديميه. ابتديت في اكاديميه النادي الاهلي. وبعد كده كملت، كان في اللي هو بيتعمل زي منتخب للاكاديميه، اللي هو بياخدوا من كذا فرع. بالظبط، من كل فرع. ده اتخذت انا فيه، بدات العب مع في اللي هو منتخب الاكاديميات بتاع النادي الاهلي، ومن خلاله اختاروني لقطاع الناشئين. اول مدرب بقى مرنك في قطاع الناشئين كان مين؟ انا كان ساعتها اول ما فرقه ال 2001 اسست، كان اللي اختارني لفرقه ال 2001 كان كابتن علي ماهر. بس هو ما كملش ساعتها على طول، يعني راح مسك فرقه تانية. واللي كمل معايا اول مدرب دربني كان كابتن عصام صلاح. ومين تاني المدربين اللي مروا عليك؟ يعني مش بس يعني هم كلهم مدربين مميزين. يعني بدات مع كابتن عصام صلاح، وبعد كده كان في كابتن اسامه عباس. بعد كابتن اسامه عباس كان في كابتن ياسر محمدين. بعدها كابتن محمد شرف. بعدها كابتن احمد سراج. بعد كابتن احمد سراج كان كابتن سيد غريب، وبعد كابتن سيد غريب كابتن عمرو انور. المدرب اللي ترك في مغربي بصمه، او كان ليه بصمه عليك تعلمت منه كتير؟ يعني والله اكيد كل مدرب، كل مدرب بالظبط، لكن في مدرب بيكون حته كده يعني ايه، ممكن عنده حته زياده يعني اثر في شخصيتك. كابتن محمد شرف هو المدرب اللي هو يعني يعتبر هو اللي غير من حقيقة. انا قبل كابتن محمد شرف كنت باك شمال. بعد ما كابتن محمد شرف هو الاول شخص لعبني في مركز سيرد باك، وهو بالظبط كان ساعتها كان عندي ساعتها 16 سنه. وهو اتكلم معايا قال لي هو شايف ان انا في المساك هبقى مميز جدا، وقال لي وجرب العب. لعبت في المساك تقريبا شهر او شهرين، وساعتها اتصعدت اول مره في الفريق الاول مع كابتن حسام البدري. وكانت دي فتحه الخير من المكان الجديد اللي وظفك فيه كابتن محمد شرف. بالظبط. ولحد دلوقتي نزلت بلعب باك شمال، بس خلاص يعني اللي هو بقى مركزي اللي انا اتشفت فيه وتعرفت بيه هو السرد باك. دايما في ماتشات الناشئين في مباراه كده ما تنساهاش، مباراه كده فارقه كده، دايما مباراه الحلوه اللي عملها محمد مغربي. في ماتشات الناشئين في مباريات كتير، بس ممكن افتكر مثلا كان في ماتش ضد الزمالك في الزمالك.
ده من الماتشات اللي كانت مميزه، كسبنا فيها 2-0 وانا سجلت اول هدف. طب لما زعنا لكم مباريات كتير وكنا دايما بنزعل لفريق 2001 هنا على قناه النادي الاهلي وبنعمل استوديو تحليلي وبدات الجماهير تعرف اللعيبه ومن ضمنهم مساك مميز اسمه محمد مغربي كان بيطلع في الكرات الثابته زي ما شفنا في التقرير السابق ويكمل ويجيب اهداف، المباريات دي انطباعها عليكم واثرها عليكم خاصه لما هنتكلم دلوقتي لما طلعتوا الدرجه الاولى ما كانش عندكم الرهبه دي؟ هي طبعا يعني من الحاجات اللي فرقت معانا جدا طبعا هو اهتمام حضرتك واهتمام قناه الاهلي بحاجه زي كده اللي هي تتذاع ماتشاتنا، دي حاجه فرقت معانا. حتى كنا بعدها لما رحنا مثلا منتخب الشباب لما كانت ماتشاتنا بتتذاع مباشر ما كانش عندنا الرهبه دي، عكس مثلا كان ممكن في الاول كان بيبقى في لعيبه عندها رهبه من نوادي ثانيه عشان احنا خلاص اتعودنا عارفين الاحساس. فدي حاجه اللي هي يعني خلت لنا اجواء ان هو ما فرقتش كتير، فلما طلعنا اول ماتش لينا مثلا في كاس الرابطه لا يعني ما كانش في رهبه، كان متعود على الاجواء، كان الموضوع عادي، فرقت معانا طبعا كتير. احكي لنا عن اجواء كاس الرابطه وقتها، ودي كانت يعتبر المباريات الاولى للمجموعه اللعيبه الناشئين وقتها، لعيبه الفريق الاول مريحه في بعضهم في منتخب مصر، فتم الاستعانه بمجموعه من الناشئين وبدات الناس تقول لا ده النادي الاهلي عنده قطاع ناشئين قوي، وانت كمان كنت من اللعيبه الاساسيه في كاس الرابطه. الحمد لله. طبعا كان ساعتها يعني هو مستر موسيماني هو اللي بيقود الفريق. كان مستر موسيماني كان هو المدير الفني، واحنا ساعتها يعني طلعنا مع الفريق، كنا قبلها كان اللي هو بنطلع نتمرن ولا كان ننزل ونطلع نتمرن، بس ساعتها طلعنا وتبلغنا ان هو في احتمال ان احنا نلعب ماتشات كاس الرابطه. يعني كان كلها احتمالات، فاحنا يعني طلعنا اتمرنا وبعد كده فعلا اتفاجئنا اللي هو قبل الماتش بيوم لا هو فعلا احنا اللي هنلعب. طبعا ساعتها اللي هو يعني احنا كلنا فكرنا فيها اللي هو يعني هنخاف، ما فيش حاجه تخاف منها، يعني اللي هو انت بالعكس دي فرصه جات لك تثبت نفسك، يعني ممكن تكون فرصه ما بتجيش لاجيال كتير، وهي الحمد لله هي كانت فتحت خير على الجيل كله الحمد لله. مين اللي بلغك وقتها قال لك انت بكره في تمرين الدرجه الاولى؟ كان اداري الفريق الاول كابتن خالد بيبو، كان كابتن خالد بيبو اول حد كلمني قال لي يعني شد حيلك، قال لي يعني دي فرصه انت تستاهلها واشتغلت عليها وركز فيها حاول تستغلها باحسن طريقه ممكنه. ومين اللي استقبلك بقى فوق في التمرين في اول تمرينه؟ طبعا انك تدخل ملعب مختار التتش واول تمرينه تبقى ليها رهبه طبعا، اكيد اللعيبه الكبار لما يستقبلك في اوضه اللبس مين اللي استقبلكم بقى كمجموعه من اللعيبه وقتها؟ هي دي ما كانتش اول مره، يعني كان قبلها كنت متواجد في التمرينات هو ده كان بس فدي كانت اول ماتش رسمي، بس يعني عامه اللي كان يعني ما فيش لعيب ما كانش اللي هو يعني ميزه دايما النادي الاهلي اللي هو لعيبه دايما بتحتضن اللعيبه الكبيره بتحتضن اللعيبه الصغيره. فمش عايز انسى اسامي بس طب يعني قفشه مثلا كان معايا كان على طول معايا بينصحني كان قريب ليا جدا في يعني في لعيبه كتيره كهربا من اول يوم برضو في الملعب مثلا كان من الناس اللي فرقت برضو كابتن محمد هاني في اول ماتش خالص لعبته كان اول مباراه لك يا مغربي في رسمي ولا لا في كاس الرابطه كانت الجونه كان فيها رهبه اول مباراه مع النادي الاهلي ابتديت اساسي انت كنت من العناصر الاساسيه في مباراه الرابطه مظبوط لعبتها كلها صح؟ لعبت كله الا ماتش سموحه والبنك كان اللي هو قبل السفر على طول لكاس العالم كان ساعتها انا ومصطفى شوبير كان كورونا كاس العالم دلوقتي دي من المحطات المهمه بس عايز اقف عند كاس الرابطه وبيتسو موسيماني وقتها كان ثقته فيكوا كلاعيبه يلاعب مجموعه كبيره وقتها مصطفى شوبير اساسي ما شاء الله كان زياد طارق اساسي نشوف وقتها كان احمد سيد غريب محمد مغربي كان نصير كان مانو في نص الملعب صح كده؟ صح مظبوط كان مجموعه كبيره يعني طبعا ساعتها كان اللي هو ثقته فينا دي ادتنا دافع يعني هو دايما كان بيتكلم معانا اللي هو احنا مش نازلين نلعب احنا انتوا مش لعيبه صغيره انتوا مش نازلين ان احنا هنلعب مثلا على التعادل او اي حاجه او ان احنا بس نعمل اداء مشرف لا انتوا نازلين تكسبوا في الاخر انت لعيب في النادي الاهلي يعني الطبيعي ان انت حتى لو انت لعيب ناشئ تبقى انت يعني في كفاءه اي حد تاني موجود عشان في الاخر انت متربي في النادي الاهلي ودايما لازم ننزل احنا نلعب على المكسب وبرده كان كابتن سامي قمصان وكابتن سعيد عبد الحفيظ كان ليهم برده دور طبعا كبير يعني كانوا يعني كابتن سامي كان هو يعني كان ليه ثقه فينا مش طبيعيه يعني كان دايما بيتكلم ان هو واثق فينا واثق في امكانياتنا. دي بعض اللقطات هنا من كاس الرابطه ومباراه كاس الرابطه. هنيجي دلوقتي لكاس العالم، كاس العالم ده لا حاجه ثانيه يعني طبعا حاجه ثانيه لا واول مباراه يعتبر رسميه بقى دي حقيقة. في محفل كبير وتلعب يعني قدام مونتيري المكسيكي اتفضل يا مغربي
ده لقطات ليك في التشيك صح؟ مظبوط، ده هنا كنت بلعب باك شمال. في نادي تبليتسا التشيكي. مظبوط. كان هناك ما بتلعبش مساك، تلعب باك ليفت كل المباريات؟ لا لا، لعبت الاثنين، لعبت في المركزين بس كان اغلب الماتشات لعبتها باك شمال. باك شمال. اه. عايز اكلمك بقى بعد الفاصل، اروح لفاصل دلوقتي وبعد الفاصل كاس العالم للانديه. ان شاء الله. شعورك ايه اول مباراه رسميه لناشئ النادي الاهلي تكون في محفل كبير كاس العالم للانديه؟ طبعا. بعد الفاصل مع محمد مغربي. اهلا بحضراتكم من جديد. مغربي يقول لي بقى اول مباراه لناشئ تكون في محفل كبير كاس العالم للانديه، حاجه يعني بص ممكن يعني من النوادر انها تحصل في التاريخ. حصلت لمحمد مغربي. قول لي الكواليس اللي كانت قبل المباراه، وازاي يعني مين اللي بلغك قبل المباراه انك هتبتدي مباراه مونتير المكسيكي؟ الفتره دي كان لعيبه النادي الاهلي، في لعيبه مع منتخب مصر، في نواقص الفرقه، فحتى الظروف صعبه. مين اللي بلغك الخبر الاول؟ اللي بلغني كان كابتن سامي. كابتن سامي قمصان هو اللي بلغني، وهو كان يعني دايما كلامه معايا ان هو لا، هو انا واثق فيك يعني. انت ما تقلش عن اي حد موجود، وانا واثق فيك ان انت هتقدر تنزل. فهو يعني كلامه معايا كان مديني ثقه ان انا عادي اللي فيها يعني، حتى لو ماتش كاس عالم انا اقدر ادي فيه. يعني كان ليه طبعا يعني دور كبير جدا. يعني هو اللي كان مديك الثقه كابتن سامي. دي حقيقه. كان وقتها موسيماني عنده، مستر موسيماني كان عنده كورونا. وساعتها هو كان يعني اللي هو يعني لحد بعد المحاضره لا مش للدرجه، بس يعني لحد واحنا داخلين الاتوبيس احنا كنا فاهمين ان هو مش جاي. اكيد لقيناه داخل، طلع عمل مسحه وطلعت سلبيه. يعني حتى المحاضره ما كانش، كان موجود فيديو بس ما كانش موجود معانا في المحاضره. والكابتن سامي هو اللي بلغك انك انت موجود في اول مباراه رسمي. بالظبط. هو قال لي انا بص، انا اللي هو يعني هو اتكلم معايا ان هو واثق فيا، وان هو كان رايه ان انا ابدا، وهو يعني هيبقى اللي هو شايف ان انا قد المسؤوليه، وان انا امكانياتي تخليني العب الماتش ده. الكلام ده طبعا يعني ده كان يعني بعيدا عن اي حاجه، الكلام ده مهم يعني، اللي هو الكلام ده اللي خلاني انزل ما احسش باي رهبه انزل العب الماتش، ما اللي هو من غير ما ابقى حاسس ان في اي مشكله يعني. شايف الصوره دي؟ طبعا مع كابتن وليد سليمان. يعني النهارده لعيب لسه صغير عنده مثلا 20 سنه، بنتكلم اول لقب ليه برونزيه كاس العالم. الحمد لله. حاجه من اللي تخليك دايما فخور كده انك بتلعب في النادي الاهلي. طبعا يعني وتحملك مسؤوليه في نفس الوقت. دي مسؤوليه كبيره، ان دلوقتي يعني انا طموحي دلوقتي يعني الحمد لله ان انا بس مش برونزيه دلوقتي، ان انا اعدي البرونزيه اللي هو يا اول يا تاني. ده دلوقتي طموحي، عشان خلاص انا حققت البرونزيه. وبرده في نفس الوقت اللي هو بفكر فيها، في لعيبه اللي هو يعني مش تقليل منهم، بس في لعيبه يعني عادي ما فيش نصيب ان هم يلعبوا في كاس العالم او يبطلوا كوره، ما بتحصلش كتير، او حتى مثلا ان يشارك في الانديه الكبيره. بالظبط. وحتى اللي هو يشارك وممكن ما ياخدش ميداليات. يعني ده انديه في العالم كله يعني. في لعيبه في العالم كله ما حققتش الانجاز ده. فان انا ابقى لسه بدايتي مع النادي الاهلي وتبقى ده اول انجاز ليا، فدي طبعا حاجه كويسه، بس في نفس الوقت هي مسؤوليه اكبر، ان انا دلوقتي ما ينفعش خلاص يعني دلوقتي لازم اعدي المرحله دي، لازم افكر ان انا ازاي نبقى مركز اول في كاس العالم، او ازاي نحقق مركز تاني. الحاجه الثانيه، وانت كنت بتلعب في كاس الرابطه بعد الاداء، كنت متوقع انك تكون موجود مع القائمه بتاعت كاس العالم؟ يعني بص هقول لحضرتك حاجه يا كابتن، هو مش بعد الماتشات، هو انا وانا داخل الماتشات كنت انا دايما بتكلم اللي هو بقول يعني هو انا محتاج بس مش ان انا اثبت نفسي عشان بس ان انا اكمل الكاس الرابطه اساسي بس. انا لما فكرت فيه قلت انا كمان شهر ونص في كاس عالم ممكن. يعني كنت انت دايما قدامك الحلم ده؟ طبعا. يعني انا كنت افكر فيه، ان هو حتى كان كلامي مع والدي اللي هو بقول له اللي هو الخير محدش يعرف فين، ممكن ان انا بسبب ان انا ادي كويس واثبت نفسي مستر موسيماني يعتمد عليا في كاس العالم. حاجه يعني هو دايما مهم ان انت يعني يبقى في طموح وهدف تحققه، تفكر في اللي بعده، عشان لو دايما لعيب الكوره لو شبع او اللي هو طموحه وقف خلاص ما مش هيأدي. شفت ازاي هناك جماهيريه النادي الاهلي في اول مباراه تلعبها امام مونتير المكسيكي؟ انت هنا مصر عدد الجماهير قليل، فعدد الحضور في المباريات ممكن تلاقي 2000 او 3000، لكن شفت هناك في اول مباراه
عدد كبير لجمهور النادي الاهلي، ودي اول مره ممكن تكون بتلعب قدام جمهور النادي الاهلي. دي حقيقه يعني ده اول ماتش، يعني ده الماتش يعتبر الوحيد اللي لعبته اللي هو استاد مليان. دي لقطه الهدف، الهدف والاحتفال بعد الهدف محمد هاني مظبوط. شوف جماهيريه النادي الاهلي ازاي، جماهيريه النادي الاهلي يعني حاجه تخليك ان انت يعني دايما بتفتخر ان انت لعيب في النادي الاهلي. يعني هي في الاخر اهم من يعني حب الجمهور ليك وتقدير الجمهور ليك اهم من اي حاجه تانية. يعني انا ساعتها اول ما يعني في الاول طبعا لما خدت الخبر اكيد كان في اللي هو رهبه وانا بعد المحاضره وكده، بس لو اول ما وصلت الملعب بعد كده ببص، بس لو قبل ادخل اوضه اللبس ببص شفت المنظر كان في ناس ممكن تقول انت ممكن تخاف اكتر، بس بالعكس هو المنظر خلاني احس بان انا مطمن او ان انا عندي ثقه اكبر ان هو الجمهور دول كل دول في ظهري بيساندوني بيشجعوني في الماتش. فيعني طبعا دي كانت حاجه اللي هو يعني حافز لي، حافز ان انا ما ينفعش الناس دي تروح متضايقه رغم الصعوبات اللي كانت مع اول مباراه خاصه في كاس العالم للانديه. يعني اظن ان مفيش لعيب ممكن يفتكر ان او ان هو يعني اول ماتش ليه ما كانش فيه صعوبات، يعني دايما الظروف دي لو ما كانتش موجوده انا بالظبط ما كان فرصتنا انا والجيل كله ما كناش هنظهر بالشكل ده. فانا ما خدتهاش ان هي ظروف صعبه على قد ما هي الظروف السبب اللي خلتني ابقى موجود، فلازم استغلها باحسن طريقه. بعد عوده محمد مغربي مره ثانيه للنادي الاهلي بعد رحله الاحتراف واكتساب خبرات في التشيك، طموحاتك خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي؟ هو يعني طموحي مع النادي الاهلي دايما زي ما قلت لحضرتك ان هو يعني انا حققت دلوقتي ميداليه برونزيه في كاس العالم، فهو في خطوات ان انا وصلت لكاس العالم. اول حاجه طبعا النادي الاهلي اللي هو بينافس على كل البطولات، فان احنا نكسب دوري وكاس ده هدف، او كل البطولات عامه اللي احنا ننافس عليها. وبعد كده طبعا في افريقيا تحافظ على مكانتك كنادي اهلي انك انت تكسب البطوله وانك انت توصل كاس عالم. يعني انا نفسي وطموحي ان مع النادي الاهلي نحقق مركز احسن، او اللي هو ما نحقق بالظبط اللي هو نحقق مركز احسن من اللي احنا كنا فيه، اللي احنا حققنا البرونزيه نحقق ان شاء الله اول او ثاني ان شاء الله. كولر اتمرنت انت مع مارسيل كولر 3-4 ايام اللي فاتوا، راجل من اول يوم جه النادي الاهلي وهو عنده حماس كبير. قول لي بقى كلامه معاكو، انطباعات الاوليه عن لاعبي النادي الاهلي بالنسبه للكولر، وكلامه واجتماعاته الاوليه قال ايه؟ هو لسه ما حصلش كلام كتير، هو بس كان كلام في اول يوم ان هو بيحط القواعد اللي احنا هنمشي عليها ودي حاجه كويسه، ان هو يعني ان هو بيحاول ان هو يقرب من اللعيبه يحط القواعد اللي هو ازاي نمشي عليها عشان خاطر نبقى كلنا على نبقى الصوره واضحه قدام كل الناس. بس هو يعني هو حتى باين من التقديم، يعني مستر كولر طبعا التقديم بتاعه كان باين ان هو شخصيه يعني جميله، اللي هو مدي حماس في التمرين، اللعيبه حابه التمرين، التمرين دايما بيبقى بشكل اللي هو فيه منافسه وفيه حماس، فمش يعني انا بالنسبه لي بحس ان التمرين مش عايزه يخلص، التمرين ممتع، فدي حاجه يعني حاجه مهمه طبعا. انتوا اتمرنتوا خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا؟ اتمرنا مرتين امبارح كان قياسات بدنيه مظبوط امبارح، واول امبارح اتمرنا طبيعي في التتش، والنهارده اتمرنا برده طبيعي في التتش. سمعنا ان ممكن من الاسبوع اللي جاي يبدا يعمل يوم كامل زي ما تردد، يعني مظبوط يعني ممكن يعمل يوم كامل بقى يبقى فيه صبح وبعد الظهر، ودي يعتبر بدايه فتره الاعداد يعني بالظبط، ودي يعني بتوقف اللعيب على رجله لحد اخر الموسم، يعني دي اللي بتخليك كلاعب كوره تبقى يعني افيد حاجه للاعيب كوره فتره الاعداد، عشان بتخليك واقف على رجلك لحد اخر الموسم. برضو عشان الناس تبقى متابعانا وعارفه، يعني اليوم الكامل ده اللعيب بيتواجد من الصبح بدري في النادي، بيفطر جوه النادي، بيتمرن الصبح، بيريح جوه النادي في استراحه النادي، وفي تمرينه بعد الظهر، وبيتغدى جوه النادي، بحيث ان يحصل معايشه كامله مع الجهاز الفني الجديد، مع اللعيبه يحصل تعارف اكتر، وبرده الجرعات الفنيه والبدنيه توصل اكتر للعيب. مظبوط صح كده؟ كلامه عن النادي الاهلي كولر عن النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، برده عايزين يعني نعرف اكتر. هو كلامه طبعا يعني حاجه يعني معروفه لاي حد، اللي هو حب الجمهور للنادي الاهلي. يعني في اول محاضره كان باين لنا اللي هو ازاي الجمهور بيبقى اللي هو المشاعر اللي بتحصل مثلا لما النادي يكسب في اخر دقيقه الحاجات دي، فهو بيتكلم ان هو نادي كبير وجمهور كبير، فلازم احنا نبقى قد المسؤوليه دي، ولازم نكسب كل الحاجات كل البطولات اللي احنا متواجدين فيها عشان خاطر الجمهور يعني يفرح، نقدر نخليه يفرح، ونقدر اللي هو نرفع اللي هو نبقى قد الكيان اللي احنا بنلعب فيه.
لو انت في طريقة 4-4-2 تفضلها لما تكون مساك، ولا طريقة 3-4-3 لما تكون مساك تالت؟ اي من الطرق محمد مغربي يعني يفضل الطريقة او يلعب في الطريقة دي يكون مساك في خط الظهر؟ في الاخر يعني انا شايف في الاخر ان هو المساك يعني ما فيش اختلاف كبير يعني في ثلاثة ورا او اربعة ورا، الحمد لله قدرت العب في الاثنين. لعبتوها مع موسيماني صح؟ لعبنا ثلاثة كاس العالم ثلاثة ورا. لعبنا ثلاثة بس يعني انا طول عمري اصلا بلعب في اربعة ورا. فالاثنين بالنسبة لي يعني نفس الحاجة، انا الحمد لله قدرت اتعود على الاثنين. وفي الاخر هل يعني ثلاثة ممكن تديك نواحي هجومية اكتر شوية؟ ممكن طبعا تزيد ممكن تزيد من الطرف شوية عشان بيبقى فيه اللي هو اثنين متواجدين وراك، بس يعني دي في الاخر واجبات ليها علاقه بالمركز، ما يعني في الاخر ما لهاش علاقه ان انا بفضل طريقه عن طريقه، في الاخر هي طريقه لعب انت لازم تتاقلم مع الطريقه دي عشان خاطر الفريق. عايز اروح برضو لتشيكو، هي من المراحل او المحطات المهمه. شفنا احمد عبد القادر وواحد من لاعبي النادي الاهلي برضو مر بفتره في تشيك خد فيها خبرات كبيره حتى نواحي بدنيه ويعني بقى متميز بيها. شفت المرحله ازاي بتاعت التشيك خاصه برضو يعني دوري قوي هناك وانت كنت من العناصر الاساسيه؟ طبعا يعني هناك الفتره دي كان انا حاولت استغلها باحسن طريقه ممكنه، كان بالنسبه لي انا قضيت تقريبا 6 شهور بس انا خدتها ليا كانها معسكر، لو انا مش رايح لان هو اشوف بلد جديده او انا رايح ان انا مركز في الكوره بس. هدف واحد بالظبط ان انا استغل كل الوقت الموجود هناك، سواء مثلا ان انا اركز في التغذيه بتاعتي، اركز في تمريني، اخلص تمريني اركز ان انا اطور نفسي ناحيه بدنيه، ادخل الجيم زي ما اللي هناك بيعملوا عشان خاطر اوصل للمستوى البدني بتاعهم. فدي كلها حاجات اللي الحمد لله انا شايف ان هي فادتني، يعني هناك انا استفدت من الناحيه البدنيه بشكل كبير ومن الناحيه التكتيكيه بشكل كبير، وكان احتكاك قوي جدا. كانوا بيتابعوك في النادي الاهلي؟ كان في متابعه وتواصل على طول؟ كابتن امير كان على طول اللي هو بيسال عن التقارير وكده، وكان كابتن خالد بيبقى على طول متواصل معايا يسالني اللي هو وصلت لايه، وطبعا لجنه التخطيط اكيد كانت ليها بتتابع برده مع النادي. فهو كان على طول في متابعه يعني وبس. فهو يعني كانت فتره مهمه جدا ليا، انا شايف ان هي يعني كانت فتره زودت مني او 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 اضافت لي الحاجات اللي تخليني اقدر انافس بشكل احسن على مكان في الفريق الاول. كويس، بنبارك لك طبعا على انضمامك للمنتخب الاولمبي. لسه من شويه اعلنا قائمه المنتخب وما شاء الله عندنا 5 من ضمنهم محمد مغربي. شعورك بقى وانت بتمثل بقى منتخب مصر؟ ده هيكون المعسكر الثاني للمنتخب الاولمبي. مظبوط، ده الثالث لينا. كان في واحد مع كابتن شوقي غريب. انا بتكلم على ميكالي. ده يعتبر الثاني، لكن كان في معسكر مع كابتن شوقي قبل كده. طبعا يعني شرف لاي حد انه يبقى متواجد مع منتخب مصر. يعني هو طبعا برضو الحمد لله كان برضو هو كان كابتن شيتو على طول بيتواصل معايا وانا هناك، كان كلمني قبل المعسكر الاولاني، بس كان ظروف ان المعسكر الاولاني مش اجنده دوليه، كان صعب ان انا ابقى موجود. بس يعني اللي هو يعني شرف لاي حد انه يبقى متواجد في منتخب اولمبي بالذات، يعني ان انت خلاص يعني انت احنا اول ماتش رسمي اعلن ان هو هيبقى في الادوار اللي هي الدور الثاني من التصفيات افريقيا، هيبقى الشهر 10 الجاي في اخر 10. لسه ما تحددش هنلاعب مين، بس يعني طبعا حاجه كويسه ان احنا نبقى موجودين. اللعيبه ما شاء الله جيل كويس، جيل 2001 فيه مواهب الحمد كبيره. الحمد لله. يعني بنسبه كبيره لعيبه كتيره قوي شاركت فريق اول من قبل منتخب اولمبي ومن قبل منتخب شباب. فدي يعني حتى احنا منتخب الشباب بتاعنا كانش لينا فيه حظ مع كابتن ربيع ياسين بسبب موضوع الكورونا اللي كان في طول بالظبط. فاللي هو الجيل برده مع ذلك استمر ولعيبه كتيره متواجده في فرقها، فدي طبعا حاجه كويسه جدا. اخيرا بقى، مين مثلك الاعلى في الكوره خارجيا وداخليا؟ خارجيا انا بحب جدا سيرجيو راموس. راموس داخليا كابتن ايمن اشرف طبعا عشان اشول بيلعب بالظبط، يعني نفس باك ليفت برضه نفس بالظبط. مساك وباك ليفت مظبوط. خلي بالك ايمن برضه واحد من اللي خرجوا قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، دي حقيقة. ممكن يبقى الظروف ايمن اشرف مشابه شويه لمغربي برضه، خرج فتره لعب وسموحة في سموحه ورجع مره ثانيه للنادي الاهلي اساسي، فنحس ان الظروف مشابهه شويه، دي حقيقة. نتمنى لك كل التوفيق يا مغربي، ان شاء الله الفتره اللي جايه تحجز مكان ليك في الفريق الاول، وزي ما احنا دايما كنا بنراهن عليك وانت في قطاع الناشئين واحنا بنذيع المباريات ونقول عندنا فعلا نجم صاعد واعد في دفاعات النادي الاهلي، ان شاء الله تاخد الفرصه ويعني وتادي افضل ما عندك خلال الفتره اللي جايه. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن. بشكر طبعا حضرتك على ثقتك فيا، ويعني شرف ليا ان انت تبقى على طول مراهن ان انا ابقى لعيب مميز ومتواجد طبعا. ان شاء الله تكون قد الرهان باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله.
بشكر ضيفي محمد مغربي نجم الاهلي، بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، كل التوفيق للمدير الفني وصفقات الاهلي الجديده، وان شاء الله يكون موسم خير على النادي الاهلي. اشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال. شوف ولادك والبنود.